بقى عندك متشخص مرض الضغط، انت خلاص انت ضغطك لو تساب من غير أدوية بيرتفع خلاص. في كل الدنيا دلوقتي اتفقنا على ان الضغط الطبيعي المفروض اللي هو العالي الاعلى اللي هو السيستوليك يعني بنسميه كده بيبقى 140 واللي تحت 80 مثلا. اعلى من كده يبقى انت ضغطك مرتفع. بصفه عامه ضغطك مش مظبوط يبقى هو محتاج يتظبط. طالما هنقول كلمه ضغطك محتاج يتظبط دي، يبقى الصيام بالنسبه لك هيكون في مشكله. قبل ما تخش الشهر الكريم يفضل ان انت تكون ضغطك مظبوط. الاكل برضو في رمضان ده في حد ذاته مشكله، لان انت احنا بنقلل عدد الوجبات بس الكالوريك انتيك او كميه الاكل نفسه بتزيد. لو ضغطك مش مظبوط الاملاح مشكله في رمضان ولازم تقللها. لازم مريض الضغط اللي مش مظبوط يزور الدكتور بتاعه ويظبطه بالعلاج او بالاكل او الاثنين مع بعض زي ما بنعمل يعني في المعتاد، ويبقى معروف في رمضان ايه الادويه اللي هياخدها الصبح وايه الادويه اللي هياخدها بالليل، ويبقى في تركيز على ان ضغطك يبقى مظبوط.